أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباب والحبيبات، عقول السودان المهاجرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيدة جدا إنه أكون الليلة بين ظهرانيكم، وسعيدة وحزينة الاثنين، لأنه خبرات حقت السودانيين المهاجرة ببرة، السودان ما قدر يخليهم يقعدوا بجواو عشان يطوروهم، وقاعدين ببرة مجهودهم وعلمهم على مستوى التخصصات المختلفة. فديل عاملين إنه زول سعيد إنه لاقيكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه تكونوا اكتسبتوا خبرات إضافية، مهارات إضافية، لكن حزين جدا إنه كنتوا برا السودان والسودان ما قدر يحافظ عليكم. في البداية أنا بشكر المؤسسات اللي قالت الحبيبة دانيا في أنها هي الراعية لهذه الندوة، وأنا سعيدة جدا بالاتحاد بين كل التنظيمات اللي عدت هذه الندوة. سعيدة جدا بأنه الحمد لله رب العالمين نحن قادرين نتماسك ونبقى جسم واحد. سعيدة جدا سعيدة جدا بأنه وليداتنا ناصر رضوان بهذا المستوى، الحمد لله رب العالمين. أنا هتكلم في 4 مداخل. في الأول مقدمة حالنا بغادي، وحالنا عارفين نسمح ما داري اليوم كلام كثير، وحاتكلم عن التطورات الأخيرة من إعلان باريس لحد ما وصلنا للمؤتمر التحضيري بتاع أديس أبابا بتاع يوم 29 و30. وبعد ذاك حاتكلم عن رؤيتنا نحن في قوى نداء السودان، في أن مسألتنا دي ماشين بالي وين، تكلم عنها جزء عنها حبيب رضوان، لكن أنا حمشي في تفصيل في أنه اللي هو السؤال بتاع الندوة، ثم ماذا بعد انه نظام الانقاذ رفض الحوار. وحتكلم عن رؤية نداء السودان في المسألة دي وحنمشي بالي وين، خياراتنا شنو مفتوحة قدامنا عشان نخارج بها البلد من الهيفية. وفي الختام حتكلم عن أهمية دوركم انتو نساء ورجال العقول المهاجرة حقت السودان، دورهم الأساسي في دعم المسألة دي وإنها تمشي لقدام بإذن الله تعالى. بالنسبة للحالة في السودان، زي ما قلت الإسفيريات العلاقات قادرة تنقل المعلومة، يعني لكلكم بتكونوا سمعتوا مثلا بالثلاثة بساطة اللي هو المبارح اتصادمت وماتوا فيها كم زول والدولة ما جايبة خبر الدنيا، وبتكون سمعتوا بأنه ناس نداء السودان الخط بتاعهم بتاع التصعيد الحركة بتاعتهم، إنه مبارح كان بدو اعتصام مفتوح اللي هو الليلة السبت، إحنا عندنا السبت هم الليلة قلبوا الأحد، فهو اعتصام مفتوح في دار الأمة على أساس أنه حيتكرر إلى أن يبقى الاعتصام دائم بإذن الله في مواقع كثيرة. بتكونوا كلكم متابعين الكلام ده. بالنسبة لنا في قوى المعارضة بالداخل، إحنا من بدري جدا كوننا تحالف قوى المعارضة بعد مؤتمر جوبا في 2008، وشغلنا شغل كثير. نعم نحن مكون تحالف قوى المعارضة من قوى سياسية مختلفة، زي ما قال حبيب رضوان قبيل في أنه نعم إحنا عندنا الانتماءات حقاتنا مختلفة، لكن بالتأكيد عندنا حد أدنى حق اتفاق إنه نحن دارين نعيش كلنا في سودان ديمقراطي حر مكفولة فيه الحقوق لنا كلنا كمواطنين ومواطنات، حقوقنا وواجباتنا مربوطة بمواطنتنا في السودان.
ده حد أدنى متفقين عليه. ونحن كقوة سياسية كونت قوة التحالف بتاع المعارضة، ومشينا وصلنا في مرحلة من المراحل حتت خلافية حبة، لكن بالتأكيد ما وصلتنا لمفارقات أساسية، ماشين. لكن بعد إعلان باريس اللي هو وقع يوم 8/8/2014 بين حزب الأمة والجبهة الثورية في باريس، اللي هو أنا أفتكر إنه في يوم من الأيام حيبقى نقطة بتاع التحول ومحك أساسي في الحياة السياسية السودانية. الإعلان باريس هو زي ما قلت بين حزب الأمة والجبهة الثورية، نقلنا لأنه دي قضايا السودان، دي رؤيتنا فيها، إنه نحن الجهتين ديل متفقات على إنه الحل السياسي الشامل هدف بالنسبة لنا، ودي نقلة أساسية بالنسبة لإخواننا في الجبهة الثورية. الحاجة الثانية إنه نحن حريصين إنه نعمل تحول ديمقراطي حقيقي، دي الهدفين جوا الكلام ده في حل قضايا البلد كلها. الحمد لله رب العالمين استطاعت القوى السياسية السودانية مدنية وعسكرية في يوم 4/3/12/2014 في أديس أبابا وقعنا نداء السودان. نداء السودان ده خارطة الطريق فيها وضوح رؤية كاملة في أن نحل قضية البلد كيفين. كلكم بتكونوا طرحتوا عليه أكيد ومستوعبينه، لأنه نحن هسه هناك جوا السودان بعد ما رجعنا من نداء السودان. عملنا جهاز تنفيذي تنسيقي بين القوى السياسية كلها، منظمات المجتمع المدني، وما بيقدروا يتحركوا داخليا من أحباب في الجبهة الثورية بالذات قطاعهم الطلابي. عملنا برنامج عمل كيف ننزل نداء السودان ده لأرض الواقع، والكلام ده كان إنه دشنا الحملة بتاعت إرحل يوم 4/2 في دار الأمة ببرنامج عمل محدد، إنه نحن هنعمل مخاطبات في 20 مدينة من المدن عشان نوري الناس نداء السودان ده والخطوات اللي حنمشي بها لقدام كيف إنها. وحد ما أنا جيتكم هنا إحنا خاطبنا 11 مدينة أساسية، مدينة بمدني، سنار، سنجة، عطبرة، دنقلة، الأبيض، كسلة، بورسودان، القضارف، ربك، وبوراي بيكونوا مش مدينتين تاني لأنه السيل حقنا إنه نجيف قبل الانتخابات. في الحراك ده كله أنا بفتكر إنه عندنا كان رفع ترمومتر الحراك الشعبي. الولايات حصلت فيها صحوة أساسية في استوعاب نداء السودان وخلق آليات. إحنا كنا مرنين جدا إنه كل ناس ولاية، كل ناس مدينة ممكن يبتدعوا من الآليات اللي بتكون مناسبة لحركتهم، للمجموعات الشبابية أو المجموعات النسائية أو القطاعات، مهنيين، أطباء، معلمين، حرفيين، مزارعين، رعاة، حسب الشرائح الموجودة في كل مدينة في كل ولاية من الولايات. إحنا محتاجين لتحالف عريض بين القطاعات المختلفة دي، لأنه شكل الحراك الدايرين الخيار بتاع نداء السودان إنه يا نقدر نوصل لمؤتمر قومي، إنه نعمل مؤتمر قومي دستوري تحضر كل القوى السودانية صاحبة الشأن في المعارضة، في الحكومة، في الجبهة الثورية، في منظمات المجتمع المدني،
عشان نقعد كلنا ونحن قضية السودان للمرة الأخيرة، عشان تاني ما إن شاء الله بإذن الله ما في أي ضابط في القوات المسلحة يحلم بأنه ينقلب على النظام الديمقراطي الرابع والأخير في السودان. المسألة دي في ندواتنا بتاعت المدن دي إنه دي شرح نداء السودان لقواعدنا المختلفة عشان نوصل لهم الرسالة دي إنه نحن ماشيين في الدرب ده عشان يوصلنا للمخارج الأساسية اللي هو ده يا الحوار، إننا كلنا نقعد في الوطن سوي الكلام ده. وأنا بجي بعدين للمؤتمر التحضيري بتاع أديس وعدم مشية الناس دي اليوم لأنه ده الثيمة الأساسي للندوة بتاعتنا، ولا خيارنا الثاني اللي هو الانتفاضة الشعبية. الانتفاضة حقتنا دي بالتأكيد تجاربنا بتاعة أكتوبر 64 وأبريل 85 ما بتنفع المرة دي لثلاثة أسباب. الأولى إنه النقابات الهيئات النقابية كانت جزء أساسي من الحراك. الليلة ما فيش نقابة، ما فيش هيئة نقابية في السودان. في الزعانف حقين المؤتمر الوطني ديل عندهم 100 وش، الليلة بكون دكتور. طبعا كمية الدكتورة والزعوها للناس في السودان تملى بحر ما تملى مفف. ومعليش أنا أعرج حبانة، قلت لهم إنه بعد ما تصبح الواطة بإذن الله تعالى أي زول وزولة جابوا دكتورة من 89 لليلة لازم تحصل لهم مراجعة أساسية. بفضل حبيبة حقيننا القدام الحيين منه، الباقيين كلهم بنشوف بحر. لأنه دكتور مع احترامي الشديد جدا لدكتور إبراهيم أحمد عمر، يوم 30 زاد وكانت في مناقشات في الجمعية التأسيسية كان دكتور إبراهيم أحمد عمر، بعد أسبوعين بس بدأ بروفيسور إبراهيم أحمد عمر. يعني ده لعيب بالحاجات. نرجع لكلامنا، دي حاجة في النص. طيب عشان النقابات ما فيش، المنظمات القطاعية شبابية نسائية في موجودين، لكن كأبرود يعني تجمع كبير بتاع المنظمات الشبابية دي ولا تجمع كبير بتاع المؤسسات النسائية والحركات النسائية ما موجود. ولياداتنا الطلاب على مستوى الجامعات مشطانين جدا وواجهوا النظام ده مواجهات أساسية، لكن برضو ما عندنا قسم كبير يلم لنا الناس ديل. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، نحن كقوة سياسية معارضة كانت عندنا لكلكات قبل نداء السودان، برضو بعد نداء السودان تلمينا. يبقى ديل الآليات بتاعت الانتفاضة الفاتت كانت بتعتمد على الكلام ده، في النهاية تكتب ميثاق بين القوى السياسية المختلفة ويتلموا ويعبروا بالبلد ده قدام. الكلام ده الآن ما بيبقى. عشان كده عندنا ترتيبات أساسية على مستوى القوى السياسية المعارضة كلها، عندنا إعادة بناء كامل. بالنسبة لنا إحنا في حزب الأمة عندنا إعادة بناء كامل من تحت لفوق، هو كل القوى السياسية السودانية. أهلنا في الحزب الشيوعي عندهم هسي المؤتمر الخامس حقهم واللي هو ده بيتطلب أساس إعادة بناء. فيبقى كل القوى السياسية ماشية في المرحلة بتاعت إعادة البناء دي في تجديد تكويناتنا الشبابية النسائية الفئوية. الفئوية بمهانهم بيبقوا، ما لأنهم بيعطلوا العمل. دي كانت فائدتهم إنه لو الأطباء إعلنوا إضراب بيضربوا بيوقفوا الشغل في المستشفيات والمعلمين. الآن الكلام ده ما بيبقى، لأنه ذاتهم هم وزارة الصحة حق زمان والدكاترة حقين زمان والمستشفيات حق زمان. أخونا مامون حميدة يعني غاية الله يغفر له ما قصر كله ليه المستشفى الخرطوم يسوه
داير هيدا يخطها فيه وأتطلد. فيبقى الهيئات النقابية حقتنا اللي كانت بتأدي العمل ده ما في، لأنه هسي هم كلهم برا العمل، الناس الشالوم للصالح العام. وبعد ذاك الليلة مؤسسات الدولة كلهم، يا أنت كوس بعضان يا مرابي للكيزان، لكن غير كده مؤسسات الدولة ما فيها زولا فيه حيل أصلا، ولا قوات مسلحة ولا خدمة مدنية ولا على كل. حتى هلا في القطاع الخاص كسرون جضمون جدعون، بقى هسي فيه الناس الفساد اللي عملوا قروشهم من الفساد هم الآن العاملين القطاع الخاص، اللي هو برضو حاجة برو المؤتمر الوطني. رؤيتنا قلت يا إما نقعد في مؤتمر قومي دستوري مائدة مستديرة تقعد فيها كل القوى السياسية السودانية بما فيهم كيزان السجم والرماد، لأنهم الآن هم طرف في المعادلة حقة السودان، عشان نمرك السودان بالتي هي أحسن. دي الرؤية، إنه لازم المؤتمر القومي الدستوري ده لما يقوم هم طرف فيه. الحاجة الثانية بتاعتنا الانتفاضة، في المشي بتاعتنا بتاعت الولايات دي، مع إن كل حزب عنده طريقته في أنه يعيد تركيبته وبناؤه، في مشيتنا بتاعت الولايات عملنا أجسام تنسيقية على أساس إنها هي تستنهض همة كل الشرائح اللي إحنا بنتكلم عنها دي، ويبقوا يرتبوا في رقبتهم إلى أن نصل، لأن كل حزب يقول لنا نحن في الحتة الفلانية لجنتنا حقة الانتفاضة يا هدي، في الحي الفلاني لجنتنا حقة الانتفاضة يا هدي، وبعد ذاك إحنا نعمل تشبيك بين اللجان المختلفة دي. ما تيأسوا، الكلام ده ما حيمشي بعيد، ماشي الكلام ده، وبيبقى بطريقة هتخلع ناس المؤتمر الوطني قبل المجتمع الدولي. الكلام اللي قاله الحبيب رضوان قبيل أنا بجيبه بعدين، بتاع إنه ناس المجتمع الدولي قنعانين مننا قدر شنو كان قوة سياسية مدنية ولا مسلحة، وافتكروا إن إحنا كلنا ناس إجمالين ورمدانين وما في طريقة إنه نمشي لقدام. طيب بالنسبة لنا زي ما قلت، نداء السودان اتكون من المربع اللي فيه أربعة أضلاع، هو الإجماع الوطني، حزب الأمة، الجبهة الثورية، ومنظمات المجتمع المدني. ولأول مرة المجتمع المدني السوداني، مع إنه هو إرث تاريخي قديم جدا، يعني ما نظلم روادنا ونقول المجتمع المدني ده تبع الموضة الهسة طلعت في السودان، الكلام ده من بدري جدا، النفير والندة وصندوقنا الخطة حقتنا حقت دي كلها منظمات مجتمع مدني، بس بفهمنا نحن كان الوقت داك. يبقى منظمات المجتمع المدني لأول مرة يحصل لها اعتراف إنها تكون جزء من الفاعلين في الحياة العامة السودانية. بالتالي نداء السودان نقل الفهم حقنا كلنا كسودانيين إنه ديل اللاعبين الأساسيين في الحياة السودانية اللي حنعمل بهم التغيير ونمشي لهم اللي قدام. هقولهم تاني، والإجماع الوطني، حزب الأمة، الجبهة الثورية، منظمات المجتمع المدني. الحبيبة رئيسة الجلسة إنه هناخد بريك للصلاة، و ده طلب الحضور، فعشر دقائق لو سمحت للصلاة. أنا على سفر، أنا على سفر يا معلومات بس، لا لأنه مقبول عالميا. شكر مع عبادة ذات مع الشغل صار طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقبل من الناس الصلوا وما صلوا، الله يهدينا كلنا. انا ولا انا ما عندي انا لايك كنت انا عندي نقصه
بس ربي خربت عليه أول ماما بيجوا. دي فضيحة عالمية يا نصر، تنزل يا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت بتكلم عن أنه إذا السودان الربط الربط علينا الجزء التنفيذي في برنامج إذا السودان وتنزيله على أرض الواقع، بالتأكيد جزء من إذا السودان ده عندكم دور فيه أساسي باعتبار أنه الربط بتاع تهيئة كل الكوادر السودانية في المتجر ضروري يمكن يكون عندهم دور أساسي في المسألة بتاعة ترتيب رقبتنا، معرفة رقبتنا. اللي هو الفيز الثاني كان أتكلم عنه إنه نحن بنتكلم عن المؤتمر القومي الدستوري أو الانتفاضة، لكن بالتجربة بتاعة دول الربيع العربي وتجاربنا إحنا السابقة إنه ضروري جدا إنه نكون جاهزين، تبقى عندنا رؤية واضحة إنه هنعدي للسودان ده كيف من الدمار اللي عملوه فيه الكيزان، عشان ما بنقدر بعد ما تحصل الانتفاضة بعد ذلك نتماسك الحيزس كل زول يجنب يقول ما بعرف شيء أبدا. لازم يبقى عندنا برنامج متكامل إنه نوع الحكومة القومية الانتقالية، تكوينها، طريقتها، برنامج عملها، عندها مهام أساسية. واحد منهم إنه لازم تعمل لجنة قومية لإعداد الدستور القومي الدائم بإذن الله للسودان، لأن السودان هسي استغلاله 59 سنة ليه ولينا ما فيه دستور دائم. يهو من الحلقة الشريرة الدائرة فينا دي، حبة ديمقراطية انقلاب، حبة ديمقراطية انقلاب، في 59 سنة 11 سنة ديمقراطية، 11 سنة فقط، 48 سنة كيف بالدكتور، 48 سنة للأسف هو ماشي متوالية عددية 6 16 26، الله يوقفه في 26، يعني هي متوالية عددية. الحكومة الانتقالية القومية دي برنامج عملها، واحد من الحاجات الأساسية إنه يعملوا لجنة قومية للإعداد للدستور القومي بتاع السودان اللي بعد ذاك الجاز في البرلمان المنتخب بإذن الله. الحاجة الثانية إنه تعقد مؤتمر اقتصادي، مؤتمر تنموي، مؤتمر اقتصادي. إحنا في حزب الأمة وباقي الأحزاب كلها، كل حزب عنده رؤيته عنده خبراءه. إحنا عملنا مؤتمر اقتصادي قبل 3 سنوات شاركت فيه القيادات الاقتصادية في كل الأحزاب ما عدا الجبهة الإسلامية القومية. عملنا بيبر متكامل عن رؤيتنا في حل قضية الاقتصاد السوداني، وبيناه الثاني إنه المشاريع التنموية حقت البلد تعمل لها ريهابيليتيشن وتدخل ثاني في الحلقة بتاعتنا تبقى عضو ظهر ونزل الاقتصاد السوداني. وبالتالي الحاجة الثانية إنه تبقى عندنا الرؤية دي، المشاكل الاقتصادية حقتنا، التنموية حقتنا، كيف نعمل إعادة بناء المؤسسات بتاعت الدولة. خدمة مدنية، كانت عندنا خدمة مدنية، أنزه خدمة مدنية على مستوى أفريقيا والوطن العربي. الليلة طبعا ما في كلام زي القوات المسلحة أو القوات النظامية كلها، وبصفة خاصة القوات المسلحة دي كلها عايزة إعادة بناء كامل في الحكومة الانتقالية من مهامها تعمل فيه. برضها تخط لنا قانون بتاع انتخابات قومي متفق عليه، وإنشاء مفوضية بتاعة انتخابات قومية، عشان بعد ذاك نتفق إنه بعد إحنا كنا بنقول من 3 لـ5 سنوات، دي لسه برضها دائرة من الناس لسه اتفاق إنه من 3 لـ5 سنوات ولا أزيد الحكومة الانتقالية مفروض بعد ذاك تعمل انتخابات حرة ونزيهة يتنافسوا فيها الناس، وبعد ذاك هي الحكومة
الديمقراطية المنتخبة. الحاجة الرابعة اللي المفروض تعملها الحكومة الانتقالية دي إنه كيف تعيد لنا علاقاتنا الخارجية وتحسن وجه السودان مع كل انتمائه الخارجي، كان على مستوى أفريقيا، الوطن العربي، العالم الإسلامي والعالم أجمع، إنه كيف السودان يحصل له كلام كامل في قصة بتاعت علاقاته الخارجية دي ويحصل فيها إعادة ترتيب وبيض وشنا بعد ما سودوه ناس الإنغاز في 26 سنة. دي الحكومة الانتقالية اللي احنا حاسين البرامج دي. عندنا مراكز بتاع البحوث، واحدة من الجهات الأساسية مركز الأيام للدراسات والتنمية اللي هو برئاسة عمنا المخلط محجوب محمد صالح، لكن معاه مجموعة من الأكاديميين والسياسيين، أنا جزء من المركز ده. عملنا very comprehensive work في أنه كيف محتوى بروسيس ومحتوى الدستور القادم، إنه كيفين يبقى الإشوز جوا الدستور ذاته كده. هسي ماسكين مرحلة تانية، إعادة البناء المؤسسي، إعادة البناء المؤسسي من مؤسسات الدولة كلها والمؤسسات اللي بتساهم في الدولة منها الأحزاب، إنه كيف البناء المؤسسي في الأحزاب دي عشان تبقى أحزاب ديمقراطية وفاعلة وبرامج بتخاطب قضايا الشعب السوداني. ناس أخونا عطا الفطحاني وعلي سليمان ومجموعة من الأكاديميين الشكاري هاونا بنعمل في الحتة بتاعت إعادة البناء المؤسسي، كان على مستوى الدولة أو على مستوى الأحزاب أو على مستوى منظمات المجتمع المدني، كيف نعمل إعادة بناء مؤسسي لكل. الأسبوع قبل 3 أسابيع أخونا عطا البطحاني كان بيتكلم عن الأحزاب السياسية وعمل 3 مجموعات الأحزاب، سماها الأحزاب التقليدية والأحزاب اللي قامت على قضايا، يعني مناطق قضايا مناطقية، والكاتيجوري الثالث الأحزاب العقائدية. بعد ما خلص كلامه قمت قلت له والله يا بروفيسور انا بفتكر انه الناس كلها ما ممكن تتكون كوم واحد، يعني نحن والناس الباقيين ما ممكن كلنا نكون كوم واحد. نعم، بالتالي لازم تبقى عندك مؤشرات، تبقى عندك مؤشرات. انا اخترحت له 9 مؤشرات، 9 مؤشرات عشان نشوف الحزب اللي بتنطبق عليه المؤشرات دي نقوم نخطهم دير كوم براون، وال50% من المؤشرات نقوم نخطهم كوم براون، والكل كله ما في ولا واحد من الحاجات دي بيدخل عندهم ولا ابليكابل عليهم نخطهم كوم براون. ال9 مؤشرات هي انه المؤتمرات بتاعت الحزب، هل الحزب قاعد يعقد مؤتمراته العامة ولا ما قاعد يعقدها وكيف؟ 2 دستور ورائحة الحزب، طريقة إجازته، طريقة تفعيله، طريقة شغله في كل مؤسسة من مؤسسات الحزب. 3 برامج الحزب، هل عنده برامج قاعد يقدم في كل مرحلة من المراحل برنامج بيخاطب قضايا الشعب السوداني على كل المستويات عشان يحل بها قضايا المجتمع السوداني ولا لا؟ 4 إنه المؤسسات بتاعت الحزب المعين الهيراركي حقته شكلها شنو، كيف انها كل مؤسسة من المؤسسات دي عندها لائحتها، طريقة الريبورتات فيها، انعقادها الى اخره، يعني كل مؤشر فيه صب مؤشرات بجواب. 5 انه المنظمات او الحاجات الفئوية، انا كنت مهتمة بشركتين نساء وشباب، 1 من المؤشرات إنه الحزب ده المؤسسات بتاعت اللي بتخاطب قضايا الشباب وتكوينات الشباب وبتخاطب تكوينات المرأة ووجود المرأة، لازم ده يبقى مؤشر أساسي لأنه الحزب ده ماشي على وين. 6 إنه
الفرعيات بتاعت الحزب على مستوى الولايات. هل هو يعني كلام ساكت انه نحن عند الحزب في ولاية النيل الأبيض وفي شمال كردفان وفي شمال دارفور لافتات، ولا ريال أحزاب فروق حقة الحزب ونازل ليتهد؟ ده المؤشر السابع. الثامن الميزانية بتاعت الحزب بتجي من وين، التعامل معها كيفين، الانضباط المالي داخل الحزب، التصرفات المالية، التقارير المالية حقة الحزب مراجعة بمراجع خارجي معترف به، ولا هل هو ذاته الحزب ذاته عنده مؤسسة مالية جوا قاعد تدير المال ده، في كنترول على المال على في الحتة تحت الحزب. الحاجة الأخيرة إنه هل الحزب عنده منظمات مجتمع مدني؟ يعني كلكم بتكونوا سمعتوا بالجرين في ألمانيا، بعد شوية كانوا منظمات مجتمع مدني حدّم الدولة الحزب بعد ذلك. هل الحزب عنده منظمات مجتمع مدني قاعد تخدم المجتمع، بتبقى سبورتر للحزب ولا ما في؟ دي مؤشرات أنا اقترحتها لدكتور عطا، في أنه لازم يبقى عندنا معايير بنقدر نفرز بها بين الماس والتراك يعني ضروري، لكن ما بنقدر نكون الناس كوم واحد ونمشي بهم لقدام. كويس جدا انه المركز بتاع الايام اتبنى انه واحده من السيشن حقتنا لقدام هنطلب من 6 احزاب اساسيه انه كل حزب نديه المؤشرات دي ويجيب لنا كلام، يجي يقدم لنا ورقه عن انه هو الحاجه دي. طبعا كلنا بنكون عارفين الناس اللي حيكتبوا كلام نظري والناس اللي عندهم حاجات ريتها قاعده وماشيه وكده. ده بالنسبه للحته بتاعت اعاده البناء المؤسسي، رؤيتنا في قوى المعارضه او في نداء السودان عن كيف نعمل اعاده البناء المؤسسي بعد ما الجماعه دي الله يريحنا منهم. الحاجه الثانيه انه في معاني كده نحن مشتركين فيها، انه الكلام الجبيل واحد من الحاجات اللي قالها الحبيب رضوان جبيل انه هو بيتكلم عن الدوله المدنيه ولا الدوله الالمانيه، وده جدل كبير جدا كان دار بيناتنا في اسمره اللي في القطاع المصريه مؤتمر اسمره 95 يونيو 95، وبالتالي ده محتاج مننا لديبيت عالي جدا. احنا اقترحنا وباقي الاحباب في الاحزاب الاخرى انه دي قضيه من القضايا اللي نرفعها في المؤتمر الحوري الدستوري على اساس انه هو حتتناقش فيه، عشان ما هسي يعمل لنا لا والله دي دارين هيمن علينا، الله الناس حيصغرون تاني دارين يرجعوا لنا ليه ما بعرف يسوونا دينيين ويسوونا شنو. طبعا لابد الجماعه دي ولعوا لنا لمبه حمراء كبيره جدا في القصه بتاعت انك انت تتكلم عن 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 الدين. عشان نبرئ الحته دي منها احنا قلنا انه احنا طبعا في حزب الامه من بدري جدا طرحنا الدوله المدنيه، وبنعني بها انه الحقوق في داخل هذه الدوله مربوطه بالمواطنه. انت سوداني ولا سودانيه معناه عندك حقوق وعندك واجبات المفروض تقوم بها. انت من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب الجديد زي ما بنقول، حد ما نرجع رقبتنا تاني دوله ثانيه ان شاء الله باذن الله دوله واحده نرجع باذن الله، لانه هسه نحن ورد اخواننا في الجنوب حاسين بقدر شنو. احنا طبعا من اليوم بتاع بقى الانفصال كل زور زور فينا حاسس بانه نصه كده ما في زي الماشي بدون كرعين. اخواننا في الجنوب ايضا وصلوا للحقيقه دي ولمسوها بيدهم، انه نحن محتاجين نعمل كونفدراليه تكامل نبقى تو ستيت نسوي بهم شنو، لكن انفصال كامل كان اكبر خطا. والكيزان دي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يعلقوا من لسناتهم في الكلام. طيب احنا بنقول انه الدوله المدنيه، ودي حته من القضايا اللي حتترفع للمؤتمر القومي الدستوري عشان يبقى فيها نقاش
نستفيد ونوصل فيها لفهم مشترك كلنا بمختلف انتماءاتنا من من اليمين لليسار. طيب ال 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 بحتة بتاعت إنه الدولة المدنية الحقوق فيها بالمواطنة نحن بنتكلم عنها. المؤسسات الأربعة اللي أنا تكلمت عنهم بتاعت إنه ديها الدول إحنا دارين نعمل هسي إحنا محتاجين نعمل ثلاثة أجهزة قومية وهسي التشبيك حقنا ده ماشي اللي هو لازم نعمل مؤتمر قومي للشباب على مستوى إحنا في حزب الأمة في ناس كتار بيقول الناس حزب الأمة ذاتهم شباب عندهم مشاكل ومفرقين كمان كمان بالذات ناس ربما بيكونوا عارفين ولادات نسم نحمش فنحن حلينا ولاداتنا ديل في الأول وبعدك حلين كل الشباب الموجود في الأحزاب الأخرى وحتى ولاداتنا العمل المنظمات قريفنا والتغيير الآن واواوا هم أولاد أحزاب لكن عملوا الأبرودة إحنا هنعمل مؤتمر للشباب كلهم عشان يعملوا جبهة عربية بتاعت شباب. نفس الكلام بالنسبة للنساء إحنا في نساء حزبيات داخلات في الأحزاب لكن الحركة النسائية السودانية الآن فيها وعي كبير جداً وفي المجتمع السوداني الآن في منظمات نسائية هاي بيقول لك إحنا ما تبع ناس السياسة لكن الكلام اللي بيقوله فيه كله من غرفة الملاح زي ما كانت عندنا غرفة الملاح وانت طالع دي كلها قضايا سياسية لكن الشرائح أو المنظمات النسائية دي كلها معاهم السياسيات إحنا دارين برضو نلمهم في حاجة نسائية شاملة يساهمن في التغيير والبناء وأظن ما خاف عليكم الليلة المجتمع السوداني 80 ممكن نقول 75 ونصل ل 70 من البيوت السودانية حقيقة شايلات المسؤولية فيها نساء وحتجي بإحصائية هنعمل بإحصائية إنه المرأة السودانية في الزمن الصعب هي الرائدة لمسؤولية البيت من ناحية الفاينانس من ناحية التمويل ومن ناحية تربية الولادات ومباراتهم معرفة حاجاتهم ومن ناحية المراقبة المجتمعية كلها. المرأة عندها القدح المعلى في أنها تكرب لنا المجتمع السوداني رغم الآليات اللي استخدموها ناس المؤتمر الوطني في تخريب النسيج الاجتماعي والمجتمع السوداني تخريب أساسي لكن يعني بدون فخر المرأة السودانية من الرابط الأساسي لأنها تحفظ لنا حاجاتنا الحاضنة لمبادئنا وقيمنا السودانية يعني يوم طيروا الجماعة ليه نبدأ الخمار حقنا الأساسي مسكته لنا المرأة السودانية في قيامنا والحاجات بالرغم من الظواهر والحاجات اللي انتم بتكونوا مستعبين بها التفسخ في المجتمع العلاقات المياه المخدرات العامة والمخدرات دي بالمناسبة منهج حق الدولة منهج حق الدولة لتحطيم شريحة الشباب عشان تاني لا في شباب يسووا ثورة ولا يقوموا بمظاهرة ولا يسووا أيها ده المخطط لكن ربنا يحميهم ولاداتنا وبناتنا ويغطي عليهم ونقدر نعمل بهم التغيير الدائرين. طيب علاقة نداء السودان بالتطورات إنه ناس نداء السودان مشوا عملوا الاجتماع بتاع برلين من يوم 24 ل 27 فبراير الماضي وكان إنه ناس الآلية الأفريقية الرفيعة اللي هي برئاسة أمبيكي أخذ التفويض من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في أنه الآلية دي مفوضة لحل قضية السودان سلميا. الحكومة الألمانية بتفويض من الاتحاد الأوروبي من الأمريكان والروس والصينيين في أنه هي تلعب
دور المسهل أو الفاسيليتيتر في حل قضية السودان بالتي هي أحسن. الألمان قالوا نحن هنشتغل بتعاون كامل مع أمريكي، وبالتالي نحن بنكون الزراعة اليمنى لأمريكي عشان نقدر نوحد له ونجمع له القوى السياسية المدنية والعسكرية في ون فلور، ونسعى إنه نجيب ناس الحكومة. وده المجهود اللي اتعمل في إعلان باريس. في إعلان باريس اتخطى نداء السودان، اتعملت له آليات، جهة تنسيقية عليا وجهة تنفيذية جوا السودان وبر السودان. حق جوا السودان بدت عملها واشتغلت الشغل اللي قلت لكم أنا بتاع ال 11 مدينة وماشين في شغلهم. الحاجة اللي قاموا بها الألمان إنه الدعوة بتاعت برلين دي على أساس إنه لازم يبقى في مؤتمر تحضيري يلم ناس نداء السودان بالمربع بأضلاعه الأربعة مع ناس الحكومة عشان يقعدوا ويعملوا تصور، لأنه المؤتمر القومي الدستوري هيتعمل كيفين، منو يحضروا، أجندة شنو، يرأسوا منو، يديروا منو. وطبعا الجماعة ناس المؤتمر الوطني اتفقوا مع الألمان واتفقوا مع أمريكي إنهم جايين أديس أبابا. الكلام بيجي إنه الكلام ده هيبقى في أديس أبابا يوم 29-30 مارس الماضي ده. وعلى هذا الأساس الناس ده عملوا ترتيباتهم على أساس إنه المؤتمر التحضيري ده قايل، وهو حيكون العتبة المنه الأخيرة في حل قضية السودان. الجماعة طبعا في زول افتليون فكي من الفكي حقينهم، قال لهم لما تمشوا صدقوا رغبتهم بأن مشاركتهم في عاصفة الحزم دي هتديهم قيمة وهتديهم وزن. وبالتالي في آخر دقائق قرروا إنهم هم ما ماشين أديس أبابا للمؤتمر التحضيري. لكن قوى نداء السودان في برلين ذاتها، في بعض أخواننا في هو الإجماع الوطني، وقالوا إنه هم لأنه ما بيقدروا يقعدوا مع الناس ديل فحيفوضوا حزب الأمة والجبهة الثورية إنه هم اللي يحضروا المؤتمر التحضيري ويقابلوا الجماعة ديل. لو وصلوا معاهم لكلام بيوصلنا لاتفاق للمؤتمر القومي الدستوري الحمد لله رب العالمين. إذا ما قدروا يصلوا معهم لاتفاق يجونا راجعين نشوف إحنا نسوي شنو بعد ذاك. دي كانت الاتفاق في برلين وتفويض حزب الأمة والجبهة الثورية في أنه نمشي المؤتمر التحضيري. لما قربت المسألة بتاعت المؤتمر التحضيري إحنا في حزب الأمة ناس الجبهة الثورية طلبنا من الأحباب والإجماع الوطني إنه يجوا يكونوا أراون. ممكن يكون الاجتماع جوا القاعة دي لكن هم يكونوا قاعدين ببر. لو بيجا في أي موضوع شائك محتاج لرؤيتهم إنه ناس الجبهة الثورية حزب الأمة يشاوروهم في الموضوع المعين المحتاج لكلام بتاع إجماع مننا كلنا. وفعلا مشوا الأحباب من والإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني، مشوا أديس أبابا. لكن الجماعة زي ما قلت لكم الزول اللي بيشوفون الخير حقتهم قال لهم لما تمشوا أديس أبابا فما جوا. بالنسبة لنا إحنا كنا مستعدين نداء السودان كله لأنه يمشي بالمسألة دي اللي قدام. فوجي الألمان وناس أمريكي بأنه الجماعة دي لأنهم متفقين معهم لآخر دقيقة إنهم يجوا وما جوا. بقى إحنا عملنا اصلا حاله مكشوف، زدنا كشف الحال، بقى موثق انه هم باتفاقهم مع الاخرين انهم يقعدوا في 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 المؤتمر التحضيري ده وهم ما جوا. وكلكم بتكونوا قريتوا البيان بتاع ترويكا طلع قبل كم يوم. ترويكا فيها الولايات المتحده وفيها بريطانيا وفيها النرويج، وقيموا المساله بتاعت الحوار بتاع اديس ابابا. وآخر فقرة فيه بتقول إنهم هم حيدعموا الناس
الموافقين على الحوار وبآليات بفاسيليتيز بكده. بيبقى بعد ذاك السؤال اللي هو عنوان الندوة، إنه شنو بنقدر نعمله نحن بعد ناس المؤتمر الوطني رفضوا الحضور لأديس أبابا لحضور المؤتمر التحضيري. إحنا ماشيين في دربنا بتاع إنه تحصل ضغوطات على النظام من المجتمع الدولي، من الناس اللي عندهم تأثير عليه، إنه ما عنده أي خيار غير إنه يقعد في الواطة مع باقي القوى السياسية المدنية والعسكرية حقت السودان. ده واحد من الخيارات. خيارنا الثاني بتاع الانتفاضة ماشي بترتيباته باعتبار إنه نحن يوم نصل لحتة مقفولة بهنا داك يكون جاهز. وأظنكم كلكم الليلة سمعتوا إنه اعتصام، بدل الاعتصام في دار الأمة حيتصاعد الاعتصام ده، حيبقى في كل المدن، هم حيقابلونا وحيواجهونا. الحبيب قبيل قال هو لاقى السبيشال انفوي للسودان السابق، لكن أنا مبارح مشيت لقيتهم. الحالي للأسف هو للسودان وجنوب السودان ما موجود، لقيت المساعدة حقته أو السكند بيرسون عندهم اسمها لينسا وهدي، وتناقشنا نقاش طويل جدا، ناقشت معها في المسائل دي كل، يعني زولة قارية لوحة كويس جدا. وقلت لها نحن حتى تكلمت في أنه هالانتفاضة طبعا حيواجهوكم، قلت لها إحنا عندنا آلياتنا وسائل، إحنا حنعمل شغلنا ده كله شغل سلمي إن شاء الله يصفونا بعد ذاك، وحتتولى القيادات بتاعت الأحزاب كلها تبقى في الصف الأول. لو بقى في أي كده ولا كده يموتوا الناس الأوائل ديل، وبفضل إن شاء الله آخر صفين ورا هم يقعدوا ويعملوا التغيير حق السودان. والثاني الأخت الموجودة في المكتب بتاع المفوض الخاص للسودان وجنوب السودان مستوعبين المسألة تماما، وهم قالوا هيدعموا المسألة حقتنا دي ويشوفوا إنه بيقدروا يسووا لنا شنو. برضو لقيت ناس معي أعضاء الحزب، اثنين ولا ثلاثة من أعضاء الحزب، قابلنا ناس محد السلام هاي، وبرضو هم كين جدا في أنهم يمدوا يد العون للقوى السياسية السودانية المعارضة في أنه يعملوا لنا capacity building، يعملوا لنا مهارات، يورونا تجارب مختلفة. حتى سألوا سؤال معين إنه ورق من ناحية ورق، قلت له أبدا ورقنا جاهز، نحن إحنا بس دارين نشوف الآليات اللي بنقدر نسوي بها الكلام ده نوصل الحد، لكن ورق ما دارين كتابة ورق، ورقنا مكتوب. فدي الحتة بالنسبة لنا نحن الرؤية اللي بنقدر نمشي فيها لقدام. السؤال الأخير إنه أنتم مطلوب منكم شنو بتقدروا تسووا معنا غير قصة إنه الدراسات اللي اتعملت دي؟ نعم اتعملت داخليا، لكن بالتأكيد نمرة واحد محتاجين من خبراتكم كلها، كل ناس تخصص معين يلموا رقبتهم بطريقة معينة، يعملوا رؤية ويرسلوا علينا يقول لنا والله يا جماعة انتم بذلتم مجهود حقكم بيجوا، احنا رؤيتنا لحلقة الاقتصاد السوداني هي والله انتم بيجوا ما شايفين الدنيا ببرة فيها، احنا لاننا ببرة في 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 دول ديمقراطية عندها فيجن واسع للحاجات، احنا بنفتكر كل الاوراق حقتنا. يعني ده نمرة واحد، انتم مطالبين بإعداد دراسات وبحوث في المواضيع المختلفة حقتنا وتبقى دي مساهمتكم الأساسية. الحاجة الثانية ضروري جدا تبقى عندكم خريطة بتاع تخصصات مختلفة، فلان الفلاني ولا فلان الفلانية موجود في الحتة الفلانية عنده التخصص الفلاني. يعني في تجربة سيئة الذكر حقة الجماعة دي في ذكر، وأول مما مسكوا جابوا كل الكوادر بتاعته بالبر السودان، بالتالي السودان هسي محتاج لكم انتم. لازم تبقى عندنا خريطة بتاعت التخصصات المختلفة من السودانيين والسودانيات الموجودين برا السودان، باعتبار انه ديل بيكونوا جزء من التغيير لما يحصل، هم حيكونوا ادوات الرؤية بتاعت التحول وإعادة البناء
الحقيقي بالإضافة للكوادر الموجودة هناك، وتأكدوا تماما إنه قلوب وعقول ومكانات السودانيين اللي قاعدين بيجوا بيقولوا لكم دايرينكم الليلة قبال بكرة. في كلام بيتقال إنه السودانيين اللي بيجوا ممكن يكون هاخدين على الناس اللي بره، وبالتالي هنقوم نسدد الفراغات ونقول لكم ما عندنا لكم أي طريقة تفتوا مننا زمان. أبدا، مكانكم محفوظ، مطلوبة منكم الحتة بتاعت الدراسات والبحوث، مطلوبة منكم الخريطة بتاعت التخصصات المختلفة، المهارات اللي اكتسبتوها، لأنه نحن محتاجين إنه المهارات اللي اكتسبتوها من العالم الأول دي عشان نحول نحن السودان لدولة بتاعت عالم أول، محتاجين للخبرات دي كلها. الحاجة الأخيرة إنه المساهمة المالية يمكن بتكون الحتة الأساسية بالنسبة لنا، بتبقى عائق في حركتنا كان على مستوى الولايات ولا على مستوى إقامة وترتيب الانتفاضة الليلة قبال بكرة، ممكن يكون المسألة المالية. وبالتالي يكون أنتم عندكم تسموه صندوق دعم الانتفاضة، صندوق إعادة البناء، صندوق سودان بكرة زي الإذاعة ولا القناة الجديدة دي، سموه ما شئتم، تكونوا لكم فيه نواة بتاعت ناس بتصغوا فيه ومخلصين يمسكوا المسألة بتاعت صندوق إعادة البناء ده. وهناك بعد ما تتعمل الترتيبات حقتنا تشوفوا انه انتم ممكن تدعموا الناس، ما بالضرورة قروش، ممكن تكون الليلة انا قبالك كان عندي لقاء في قناة الحرة، نحشم ونتمنى انه عندنا في السودان يكون عندنا استديو زي ده، يبقى واحدة من الحاجات اللي بتساهموا بها تشوفوا انه ممكن نعمل، ولا حتى اولاد صغنطوطة كده تبقى فيها فاسيليتيز قدر الموجودة عند الناس دي. الحاجة الثانية انه ممكن تدعموا الناس بآليات، حواسيب، كاميرات، يعني ممكن تبقى عندكم الفيجن بتاعت انه القروش اللي حتلموها دي حتقدروا تساهموا بها مع السودانيين بالجوة في اعادة البنات. كيفين انا نظمت كثير وحاسكت عشان اسمعكم انتوا دارين تسألوا من شنو عشان اقدر اقول. شكرا جزيلا. شكرا استاذ سارة، كانت السيشن بتاع Q&A لمدة 35 دقيقة تقريبا، رجاء اي زول يجي البوديوم يقول اسمه ويختصر في دقيقتين او اقل. شكرا. اوكي، في زر عايز يبدا حسب كلامه حيكون شنو؟ طيب تعال. اوكي تفضل. شكرا جزيلا للامين العام لحزب الاكثريه في اخر انتخابات شرعيه، والامين العام لحزب كبير بقطاعات واسعه، وسيده سودانيه يعتقد انه في افريقيا او في شمال افريقيا شيء مميز ان تكون سيده هي الامين العام لحزب بيمتد تاريخه لاكثر من قرن، وقطاعاته بتشتمل على كافه قطاعات المجتمع السوداني من يعني قوى نائيه ورعاه ومزارعين الى مدرسين جامعيين الى متخصصين. فان تكون سيده هي الامين العام لحزب بهذا التنوع بهذا التاريخ، اعتقد ان هذه إضافة حقيقية لتاريخ السودان وإنسان السودان المعاصر. وشكرا كذلك إن هي ركزت في نقاط محددة وأشارت إلى ما كان بالداخل، وأشارت لأنه نحن نعرف ما هو بالداخل، والحد الأدنى من المعارضة، وإلى أين يسير نداء السودان، وما هو المطلوب من السودانيين بالمهجر. وبالطبع نعلم إنه النظام بعد ما اغتصب السلطة الشرعية الآن بيدافع عن ما يسميه بالشرعية في اليمن من المفارقات، وبعد ما دمر الاقتصاد ونهى الإنسان السوداني بيطلع إلى اكتساب شرعية زائفة من خلال انتخابات غير أمينة أهدرت موارد الإنسان السوداني في غير ضائل. فأعتقد أن مجيء سارة على فكرة هي جاءت هنا لحضور المؤتمر العام لحزب الأمة بالولايات المتحدة، وهي مرحلة متقدمة كذلك، فلها شكر وبرجع الميكروفون لإداري.
انت اخذت فرصه للتحضير معلش لو سمحت no I'm sorry you have to wait for your turn شكرا فيزول عاوز يتكلم او عنده سؤال تفضل يا استاذ حافظ محمد خير شكرا جزيلا على الجزء الاخير اللي انا حضرته من النظر في الحاجات سمعتك انت بتتكلمي وجيت باخر شويه واعتذار لباقي الشباب لكن الكلام اللي سمعته بس داري اعلق او في الحقيقه هو سؤال اكثر من انه تعليق انت دعيتي الناس المهاجرين السودانيين بالخارج للمساهمه بالدراسات وبالدعم وكذا والى اخره القصة دي إذا حصل حاجة زي دي دراسات وكذا دي حيلزمهم إنه هل بتتكلم عن القوى أيوة فاللي هو إنه يعني تحضير دراسات في قضايا وبتاع يعني في محاور حتكون وفي قضايا محددة حتتحدد عشان يتم حولها حوار عام فأنا ما أعرف هل بتفتكر إنه المؤسسة السياسية اللي هي تجمع في النهاية بتاع أحزاب سياسية انتو حزب الحزب الشيوعي الجبهه الثوريه كل الاحزاب المشاركه في الجبهه دي هل هي بتقدر تكون الجهه اللي بتمثل مركز لتجميع دراسات زي دي ولا هو ذات التصور المفروض يجي من وين؟ هل المفروض يجي من انتوا الاحزاب السياسيه ولا من حته ثانيه؟ لان انتوا بس في النهايه عباره عن شريحه في المجتمع السوداني كناشطين سياسيين انتوا في النهايه ناشطين سياسيين يعني اوكي شكرا حافظ في فرصة ثانية استاذ مبدان السلام عليكم اعتذر من صوتي مرحبا استاذ وتاريخ المعروف هو ناصر التاريخي قلت له معروف ساطع في تاريخ الحياة السياسية السودانية ما يدافر من كده وماذا يزيد كثير بس سؤال محدد بسيط يتلقي المتقبل البرامترز والاشتراطات الاشتراطات الخطيتية اللي لنا في الأسد الأستاذ محمود أنه هل الحزب يكون عنده يكون منظمات مجتمع مدني فهنا بيطلع بيبوك سؤال سريع جدا أنه دي المنظمات غير سياسية غير مسيسة وإن كان هي شغالة في نفس المساق يعني لا شيء يومية بطبيعة سياسة في النهاية فأنا أفتكر ده بيجافي الطبيعة بتاعت المنظمات المجتمع المدني فبيصبح مسيس فيبقى منظمات خاضعة لإرادة الأحزاب دي فأنا أفتكر دي وجهة نظرها أنه ما بتفق معها الشيء الثاني دائما الواحد بيقولوا هو بيطالب القوى السياسية الرئيسية كقوة اجتماع وطني أو نداء السودان وإلى آخره أنه العمل القاعدي بتاع جماهير الأحزاب أي انتفاضة لا يمكن أن يقوم بها القيادات الحزبية بنسمع الندوات بتقوم في دار حزب الأمة ودار وإلى آخره مظاهرات بسيطة على شيء يعني عندنا تجارب كافية ما بننتظر الآخرين برا يقول لها سووا سووا عندنا تجارب كثيرة جدا يعني البناء وحركة الجماهير هي بتعمل التغيير النوعي في اتجاه الفور فأنا أفتكر الأحزاب قيادة الأحزاب كلها المجتمع في منظمات المعارضة فيها لابد أنها تتثور الجماهير بتاعتها خليهم يشتغلوا مع بعض جوا الأحياء في الأسواق في الأندية في كل المنظمات الاجتماعية المحددة كده بنقدر نجهز الانتفاضة ناجحة ونطلع من حالة العزلة عن جماهير شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذنا ويتفضل الله يبارك فيك
بنرحب بالاستاذ سعد المضمر، يعني علم ما بعرف بدايه نشكره وقاعد بعد ما تمشي بيقول كلام يا اخوانا الاحزاب الاتحادي والامه، الاحزاب الكبيره دي يعني وكبيره بجد، عندها كيمان بتاعت ناس ما شاء الله. مشكلتها ما فيها مدروس توظيفها. جبال الاستاذ تكلمت عن القروش والميدانيه والماليه، ده كلام ساكت يا استاذ يا سلام الله، لانكم ميدانيه لانكم دول بتدفع اشتراكات، الناس اللي قاعدين في امريكا ديل اعضاء دايرين يمشوا يعقدوا في جامعه الامام بلح ما بجيبوا، يعني البلح دايرين انهم الجامعه الصغيره دايرين يمشوا المساء ويجيبوا لهم شيء لهم بس دايرين يمشوا حضر العشاء ويجيبوا يقولوا يجيبوا لهم زول، يعني مثلا بدل انه مثلا صادق الله ودار برا لهم ببيت مجان كذا، يعني شنو؟ وين انتم؟ يعني انتم واجباتكم وين عشان تطبقوا اسرع؟ ما في دول كان بيقولوا واجبات وياك موضوع حضور حضور، بتكلم عن الانتلكشوال ما بتكلم عن الناس اللي بره في القرية، الناس اللي دايرين يطالبوا بحقوقهم ودايرين وين الحزب في فئه معينه مسيطر عليهم وكذا يسيطروا عليهم بيدفعوا لهم بتجيبوا جايبوهم من مجانا يدوكوا فرصه معاهم يدوكوا طالب بيقول لما تقوم بالديوتيز داكم، فدي الاحزاب لما تكون منظمه فيها مجهود تنظيمي مكرر ببرامج يعني. ما قاعد يكتر يا رب فأخواننا نحن بنتكلم ساقق عن نظام الأحزاب دي، ما يبيع عليه صادق المهني، يبيع يخاف المرغم يبيع على أنه لو نظم مع الناس دي بيصادروا الجنين والبين والبتاع وخلوا على الأرض الناس دي بيقولوا أي حاجة منك يشهدوا ما يعرف ما بيعرف يشتغل الزول ده يجيب قروش وين؟ ما يا الناس بتاع الاتحاد ده يدفع اشتراكات لو انت ما تعمل لي خط ميثاق كده ولا بسجل لبيه وبس تدفع اشتراكاتك طالب بحقوقك، لكن يدفع الزول يمشي للحكومه هي ترفع الدفير انت مالك؟ ما لا يشوف لك حاجه ثانيه اعملها، ما نحن يعني قاعدين نضم من غير ما نقوم بواجبنا اصلا كمواطنين سودانيين، يعني يا اخي لو يسجل في السجن ومثلا ما يقدر يعمل من وين شو يعني هو شغالين شنو اصلا؟ بعد ما صادروا اي حاجه قلنا بيته صادروه الدار الحكمه اللي هم صادروه طالب بيقول شو يعمل طعم وداد قبطه حرام انت جايبها يعني يا تقوم بالديوتي ولا ما طالب بحاجه اصلا دي يعني عشان ما يعني بس لما نقول الكلام عن الميزانيكم مرتب يعني فاهمين؟ كرش انا قاعد اتفرج على سيارة الحاج كده برضه بيد اوكسجين سريع جدا بس حاجه مهمه جدا يعني انا اقدر اقول والله بقى اول حاجه الدوله دي قالت كلام سهل جدا بخصوص انه بالثوره تفعيل ما في طريقه الناس تقول بالثوره بالطريقه القديمه فدي يعني الناس دي بصوا للنقاط مهمه جدا جدا انه ما بيحصل تغيير ما لم يتم داخل الاحياء يعني الا ندخل الباب عليهم جميعا يعني الا الشعب ده كله لو قرر انه القصه دي ما نفع يمرق وفي الحاله دي لازم يصير في قيادات عشان وبيرو الناس كان عارف الجد يعني لكن لازم الناس ترجع للجراس روت وتشتغل بتحت يعني الناس الشباب بيغرروا هم قاعدين في اوتيل الثوره بغرر الشارع الشعب السياسيين ديل بيجوا يقولوا ما تودوا ويغدوا ويغدوا كده لكن 200 الناس في الشارع قاعدين يطلعوا بحد القصه لما يحسوا بانه يعني نقدر وشكرا جزيلا. شكرا. تفضل يا استاذ. استاذ صار لي والله كثر خيرك حوالي 10 دقائق. نطلع. حقيقه في يعني مهما مهما قبلنا بكل الكلام الكويس وفي تقديرنا كلنا عارفين ممكن يكون الحاصل شنو في الداخل والمجهودات اللي بتتعمل لكن ظلت المجهودات دي
من القضايا المصيرية. هو نفس الحديث، هو نفس القضايا، نفس المسائل. أسمر، أديس أبابا، باريس، ذاك الليل الجبهة الثورية والميثاق الثورة والميثاق الثوري. كل المسائل دي جربناها وكلها تناقضنا فيها وكلها اختلفنا حولها وكلنا ما استطعنا أن تستيك تماما لأي برنامج في البرامج. وأي زول في أي لحظة نزل منها عتبة ولا عتبتين مما وقع عليه وتراجع منه عتبة وعتبتين. القضية دي قضية فعلا يعني بقت معقدة وشائكة جدا جدا. وأنا شخصيا ما قاعد أتفائل كثير، بدليل أنه في كمية من الدول في أنها ما عادت تشتغل وهي ما صحيح. يعني كل الناس السياسيين في الداخل إذا اعتقدوا أنه ما في نقابات ده خطأ، إذا اعتقدوا ما في قوات مسلحة ده خطأ، إذا اعتقدوا أنه ما في انتفاضة شعبية ويرجع الكلام إلى انتفاضة شعبية محمية حقيقة بالسلاح. أي كلام غير كده أنا شخصيا لا أتفق معه ولا أشتريه عليه. القضية بتاعت أنه والله كل الناس متخوفين من أنه العمل المسلح ده بكرة هيحتل وتبقى صومال وتبقى حياة تانية، إحنا قاعدين تحت الإرهاب حقيقة بالمسألة. بيرهبوا كل ما يرشعوا السودان قاعدة يرهبوا بأنه الحياة يحصل شو ويحصل انفلات أمني ويحصل أنه ديك دايرين حقهم كله، وديك كلهم حقهم قدر شنو وهم قدر شنو برضي. يعني ما كفاية أنهم بيموتوا بيتحمل مسؤوليات واسعة جدا جدا، وهسه الليلة كمان بيقلقوا في اعتذار والله احنا شايلين السلاح يا اخوان لأنه غلبونا لأنه جاء. الحقيقة دي كلها فيها تراجعات ما سليمة وبتأدي النظام إلى نفس أطول وبيدخل في تحديات مجتمع دولي بيتحدى فيه. تجي ألمانيا ولا تجي أي حتة هو ما على استعداد يمشي ألمانيا ولا أدي صبابه ولا الزول ده في مناقشات. ما في حل، ما في حل لحوار، ما عندهم حوار. الشروط تحت الحوار ومطالب الحوار أنا لو قاعد محلهم برضو أبطل ما حد بلي على الإطلاق. أما أنا أتنازع عن السلطة جبتها قعدت فيها 25 سنة الليل بس بمجرد الكلام عن الحوار أنا أتنازل لك وديك كل المطالب دي؟ لا ما ممكن يا أخي. أنا قاعد بالسلاح ما قاعد مجاني. سبتمبر ذات الليلة كانت الليلة 300 زول من ميدان عقرب للبحر الخرطوم للدرمان. أصلي إذا في درجة حد أدنى من إمكانيات القلب الواعي والمسؤول تجاه حوار يا شعب السوداني كان بالتأكيد يكون في موقف خلاف ما يجي اليوم. ولذلك موضوع الحوار ده أنسوه على الإطلاق، ما في له طريق. شوفوا حل تاني وتجويد حركة النقابات. ما حركة النقابات، النقابات مش قضية بتاعت أفراد، النقابات هي عقلية، عقلية وتفكير في قضية كيف استعادة الوضع في داخل المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والقطاع الخاص والقطاع العام. ده ترتيب وشغل بتاع تنظيم، ما مش ما في، لكن العجز هو اللي فيه. مش هو ما في، لكن هو في، لكن العجز هو اللي موجود. والقوات المسلحة بتأكيد أنه موجودة. من الأنفار صمويل دو شاويش عمل انقلاب في دولة، فالقوات المسلحة ما زالت فيها في الوجود بتاعتها موجودة وممكن تحصل. المؤتمر الدستوري كفاية جدا. في فرصة أخيرة قبل ما الأستاذة ترد على الخمسة أسئلة، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. هذا على عبد الله، أنا عضو حزب أمة. عندي أنا ما عندي سؤال، أنا عندي إجابة بالمناسبة. بالنسبة للأخ معاوية، أنا حقيقة يعني أربع أبيات بأنه يا أخي إنه نحن مستوردين أو ما قاعدين ندفع اشتراكات. نعم ندفع اشتراكات بالمناسبة معاوية. حزب الأمة ده خاشينه بكل شيء، بدمنا وبقروشنا وكل حاجة. بدي نفس المقارنة بتاعت الكيزان يعني. نحن شحاتين زي ما قال مصطفى عثمان إسماعيل، والله نحن لو ما جينا كان الشعب السوداني حيشحت. وثاني واحد قال ذي الناس ما عندهم قيمة وما عندهم قيمة. فأنا حقيقة يعني تأسفت جدا بأنه أسمع منك. هلا ما قلت شحاتين. لا ما انت قلت نحن ندفع اشتراك، نحن ندفع اي شيء. استاذ لو سمحت ممكن ده يكون حقيقي. استاذ حضرتك شكرا.
شكرا جزيلا. لكن انا خدامه انه السيدات ولا واحده ما في. طيب بالنسبه لكلام الاخ الحاج الصادق، عندي بس تصحيح واحد، هو قال الامين العام لحزب الامه. الاجتماع المجمع اللغوي للغه العربيه الامين رغم طيب لا تسلم الله يبارك فيك. اخونا حافظ بيتكلم عن انه الكلام ده اللي انا قلته بتاع في الاخر، انا ما قلت ثلاث حاجات مطالبين بها الاحباب والحبيبات في الميجر، انه منو بيسوي الكلام ده وانتوا ناس سياسه الكلام ده قلته في الاول، رتبوا رقبتكم سووه، نحن بنفتح لي القناه هناك نشوف. احنا هسي في نداء السودان ده، ما هو هسي بنرتب في رقبتنا ماشيين، لكن عندنا بالتاكيد انا حكيت عن مركز الدراسات بتاع الايام، وده قايم بمجهود كبير جدا. سووا بتقدروا سووا مربوطكم بمركز الايام، لانه بعدين مركز الايام ده حيبقى مرجع بالنسبه لنا نحن في نداء السودان في الرؤيه المستقبليه لحل قضايا البلد. انتوا قدر عليكم سووه اول سمح، ما في اي مشكله انه يكون وين هناك ضروري الناس ينظموا رقبتهم يعملوا الدور الاساسي في المساله دي، نربطكم بمركز الايام او مراكز بحوث ثانيه. يعني في الجامعات بالمناسبه في جامعتين محررتين، هما الجامعه الاهليه وجامعه الاحفاد، اي واحده فيهن فيها مركز بتاع دراسات وبحوث، ممكن برضو المجهود ده يتبذل او يتربط بغادي، باعتبار انه لما تصبح الواطه ونحرر باقي الجامعات تبقى بعد ذاك هي اللي هو انه ده المساله. هو قال احنا مجرد ناشطين سياسيين، احنا يعني ما هو مجهود، احنا محتاجين انه كلنا كسودانيين عشان نبني ما هدم بناس الانغاز، محتاجين ضروري جدا انه نتقابض ونتكاتف عشان الدمار ده ما حيتبني بيساكي اصلا، وبالتالي محتاج لانه مراراتنا اتجاه بعض ضروري نقص طريقه نفشها من جوانا عشان نقدر نبني السودان اللي بنحلم به. الحبيب نور الدايم اتكلم عن انه انا لما قلت المؤشرات اللي قلتها لناس بروفيسور عطا بتاعت انه احنا ما دارين نتكون كوم واحد زي ما انا قلت قبل، وواحده من الحاجات انا قلت انه يعني الحزب يكون عنده منظمات المجتمع المدني تبعه، مش تبعه معناها انها هي جزء من المؤسسه، لكن بالتاكيد اقول لكم شباب البناء دي منظمه كان داعمينها ناس حزب الامه في الديمقراطيه الثالثه، اليوم هسي سرقوها الجماعه دي اللي سموها شنو شباب الوطن، منظمه حقتنا نحن كانت شالوها وسووها. في المانيا انا لانه بس قريت التجربه الالمانيه كثير جدا، الالمان عندهم منظمات فريدريش ايبر، منظمه بتاعت مجتمع مدني لكن بتدعم حزب معين. في ماكس بلانك منظمه بتاعت دراسات ومجتمع مدني، ومجتمع مدني حقيقي لكن بتدعم حزب معين. بالتالي احنا محتاجين التجارب المشرقه الكويسه نستفيد منها، وهذا لا يعني انه منظمات المجتمع المدني السودانيه الاخرى عندها دور، زي ما قلت نحن في نداء السودان الحمد لله رب العالمين خليناه مربع ضلع اساسي في المربع. والتعريف بتاع منظمات المجتمع المدني الكبير جدا هي كل المؤسسات الموجوده بين الاسره والدوله اللي بتملى الفضاء ده كله. في واحده من التعريفات الاحزاب السياسيه ذاتها ممكن تكون تعريف جزء من التعريف حقها انها هي منظمه، لانها هي كل الحاجات المؤسسات اللي بتخدم المجتمع الموجوده بين الاسره والدوله. بيبقى بعد ذاك الخلاف في انه لا الاحزاب هي جاني السلطه، بالتالي هي بتبقى الحته دي ما داخله فيها. برضه ديبيت كبير دار عندنا بجوه كثير جدا، لكن بالتاكيد منظمات المجتمع المدني عندها استقلاليتها وعندها حريتها وعندها قوانين، مش قوانين الجماعه ديل اللي قدام بتبقى،
وممكن نشيله لو بقى لما نتعامل الفلور ده هناك وبروفيسور عطا يعدل. ما هي أنا ده مقترح كامل ممكن بعد ذاك يحصل له تعديل على أساس إنه لما يطلبوا من الأحزاب في السيشن اللي هيتعامل فيه والكلام ده إنه يقولوا لهم دي المؤشر ده إحنا شلناه ما متفقين عليه. فأنا هنقول رؤيتك يا حبيب نور الدايم للبروفيسور عطا بأنه أنا قال شنو؟ أبقى في رفاقتك يا بالنسبة لنا نحن الإمام المهدي يعني ربنا يزيو عننا كسودانيين كل خير. انت عارف خطاباته حتى للبر المسألة كلها الخطاب بتاع الحبيب والحبيبة معليش هو هسي اتحصل انه المفروض ده الانصار بس اللي المفروض يقول، لكن الامام المهدي صاحب المغولة الاساسية هي مفتوحة مفتوحة مفتوحة، وبالتالي من هذا الانفتاح احنا قاعد نستخدمه. انا واحدة الناس في حزب الامة بستخدمه بهذا الانفتاح باعتبار انه احنا كسودانيين المفروض نكون متحابين كما في الله في السودان. دي محاولة استقطاب جماعي. طيب الحته بتاعت العمل القاعدي، نعم بدون عمل قاعدي بتبقى الحاجات دي هبو هبو لا ام لا ابو. بدون العمل القاعدي كل المساله دي بتبقى هبو هبو لا ام لا ابو. وبالتالي نحن وآخرين عندنا قواعدنا، صحيح كنا ما قادرين نوصلوا لفترة طويلة لكن في دروب كثيرة هسي فاتحة بيننا وبين قواعدنا والحمد لله رب العالمين. أنا هتكلم على مستوى حزب الأمة بقى ما كلنا أي نعم، ما لكن أنا هقول لك باعتبار أنه دي الحاجة اللي أنا بعرف أسمح وحايمة عليهم قواعدنا دي في كل حتة أنا والآخرين. إحنا كحزب بالنسبة لنا صحيح ممكن العائق الحركي ممكن بعض مرات ناس الأمن يسوق، لكن قواعدنا بخير وزايدين وقاعد نوصله، صحيح وصول ضعيف لكن قاعد نوصله. المؤشر الأساسي للكلام ده 11 مدينة مشينا اليوم، ما تفتكروا إنه الكلام بس هون في الميكروفونات ونلعلع كده كل زول فينا يتكلم حسب هواه، رحم الشيخ ومريم الصادق والخطيب ومنهم منهم منهم شو يتكلموا ويفوتوا لو قاعد تسبقها اجتماعات على مستوى القيادات دي مع القيادات الموجودة في الحتة المحددة، وفي واحد اثنين ثلاثة أربعة كده يعني في اتفاق كامل لتنزيل المسألة دي ليتحل ما بيتم بسهولة لكن متفكين عليه. بالنسبة لنا احنا في حزب الأمة طلعنا المنشور التنظيمي حقنا، والمنشور التنظيمي ده انا ناديت رؤساء الحزب في كل الولايات يوم 23 يناير واتفقنا انه منشورنا التنظيمي ده هننزله للواطع كيفين، لانه هنعمل اعاده بناء كامل من اللجنه بتاعت الحي تحت الى ان نصل للمؤتمر العام الثامن حق حزب الامه اللي هو دي نفضه اساسيه من تحت لفوق. أحبابنا الرفاق هس الحزب الشيوعي يعمل في إعادة ترتيب للمؤتمر السادس للحزب اللي هو المؤتمر السوداني برضه، فيبقى ماشي الحاجة دي إنه نحن عندنا حبة فرقة بتخلينا نوصل لقواعدنا، لأنه بدون قواعد بيبقى الكلام ده كله ما عنده قيمة ولا عنده مهم. ما في أي حاجة حدينا من بره، ما معتمدين على أي جهة من الجهات خالص، محتاجين لهم في السبورت بتاع الضغط على النظام ده، محتاجين لهم في إنه لما الصبح يصبح دارين منهم ثلاثة حاجات: إعفاء الدين حق السودان، ترتيب المسألة بتاعة المشاريع التنموية ومساهمتهم في إعادة البناء الاقتصادي للسودان، ده لازم يشاركونا فيه لكن ده بدين بعد ما تصبح الوضع. التنوير بتاع القواعد في الأسواق والأحياء زي ما قلت لك، يعني مثلا أنا هضرب بمدينة
المهدية أو الثورة فيها بالذات ال 12 حي الأوائل ما يسمونها حارات الحارات الأولى عندنا لجان مشتركة هي المفروض تكون بالإجماع الوطني لكن هسه دي عندنا لجان مشتركة على مستوى ال 12 حارة بين حزب الأمة والحزب الشيوعي الآن ما أنا بتكلم معاك على حاجات أنا بقول لك في الواقع أنا بقول لك في أحلام ما بقول في أحلام نعم كحلم أنا دايرة أبقى كل نداء السوداني يكون جوا الحاجة لكن الآن البادي وده على مستوى حتت كثيرة ولاية نهر النيل فيها تنسيق كامل زي ده فيها ناس المؤتمر السوداني الحزب الشيوعي وحزب الأمة الباقيين ممكن يدخلوا لكن دخول خفيف لسه ما بقى حاجة very solid عشان نقول إنه ده دي التكوين حقنا كلنا معاوية الضواحة أنا يعني ولدنا الدليل اسمه الهادي ده ما زعي ساكت الهادي ده وما سمع كلامك سمع صاحبك مش بطريقتك كده نجي لإن أحزاب منظمة ولا ما منظمة والله يا معاوية بدون فخر حزب الأمة سنة 1945 لما بدأ فيه أرانيك بتاعة عضوية فيه 5 قروش بتاعة انتماء لحزب الأمة وأعتقد أن الاشتراك الشهري كان تعريفه ولا مليم ما عندي فكرة لكن أنا عندي أعمامي سنة 85 مشينا رحلة في سميناه النفير كان مشينا دارفور لما يسمعوا أمامنا الكبار ده يسمعوا سارة مبضلة مرقوا لي من جيوبهم اللجان السباعية حقتنا الزول ده بكون شايل اللجنة صورة اللجنة السباعية مكتوبة خطاطين الناس ديل كانوا مكتوب خط اليد اللجنة السباعية بتاعت 45 واحد تاني بيكون شايل الإيصال بتاع 5 قروش الدفعة هاي صحيح في النصحة صارت لنا خرمجة 48 سنة دي نام بتروح ساكت ما أنا قلت لك إحنا 48 سنة محكومين من عبود لنيويري لعمر البشير ومن سيء إلى أسوأ ماشين وبالتالي كسرونا الإمام عبد الرحمن كان فاطن للمسألة الاقتصادية دي من بدري جدا وبالتالي لما عمل المؤسسة الاقتصادية اللي هي دائرة المادي كانت على أساس إنها هي تبقى عضم الظهر الابتدائي اللي يشتغل به استغلال السودان مش لحزب الأمة برا وعشان كده المسألة بتاعت الاشتراكات في الديمقراطية الثالثة بديناها تاني على أساس إنه كل زول لازم يدفع اشتراكه وإذا ما دفع اشتراكه لا هيحضر اجتماع بالذات لو اجتماع فيه تصويت ما في أي عضو ولا عضو عنده الحق لأنه يصوت لو ما دفع اشتراكه ده في الفترة الصغيرونة بتاعت من 85 إلى 89 لما جونا أولاد الذين دين الفترة الفاتت 26 سنة دي بالتأكيد ما كان عندنا طريقة إنه نرتب المسألة دي في الفترة بتاعت الديمقراطية الثالثة دي كنت أنا ماسك أمينة المرأة وعندنا محاسب قاعد تحت بإيصالاته أي في قروش أنا قاعد تجيني كأمانة مرأة متبرعات هبات ولا والله في بعض السيدات ختمن وشنو اتبرعوه لأمانة المرأة عشان تشتغل الشغل الكلام ده كله كان عنام عثمان ده الله يرحمه ويغفر له عثمان حسين لو تتذكر المحاسب حقنا بتاع دار الأمة قاعد عنده فايله بيدفع قروشي دي بيمرق لي كل ما يجيب لي وانا عندي الحاجة الفلانية بيطلع لي ليها الآن في الفترات بتاعات الأمناء السابقين صديق محمد إسماعيل إبراهيم اللمين أنه الواحد فيهم لما يقدم خطابه للهيئة المركزية فيه تفصيل للقروش دخلت عنده ومرقت مشت وين ما تفتكرون والله نحن ناس وعندنا مراجعين خارجيين بس حزب أمة قاعد يراجعوا حساباتنا دي نعم سيد صادق الله يديه العافية ويبقى شاية ورايه لنا كلنا كسودانيين ما نحن ناس حزب الأمة بس نعم متحمل العبء الأساسي في المسألة دي إحنا لما قاموا ناصر الإنقاذ ديل صادروا مننا 180 عربية فيهم 100 عربية جديدات لنج 4 wheel drives
صادروا مننا من 12 مركز بتاع الحزب على مستوى الولايات أجهزة بتاعت اتصال كان اسمها شنو؟ اتصال لاسلكي لاسلكي وتيلكس والمعدات قروشنا دي الياس نحن كل مرة بنقول لهم بس رجعوا لنا قروشنا دي. طبعا في ناس كتار قاعد يقولوا ما بعرف ناس حزب الأمة وناس المؤتمر الوطني سووا لهم قروشنا حقتنا. صادق متحمل عبء أساسي في ميزانيتنا في دعم حاجاتنا, لكن كتصور إحنا عندنا هسه في إعادة البناء حقنا ده ما في أي زول ولا زولة فيه هيعتب كان على مستوى الشباب والمكتب السياسي والجهاز التنفيذي عشان تبقى عنده مشاركة. إذا ما كان دافع مساهمته اشتراكه بتاع عضوته ما هيكون عضو في أي فيه. ناس المرغني والله ما بقدر أدافع عنه بعافيتهم يعني. أستاذ أبو الحسن الحبيب أبو الحسن عشان نور الدايم ما يزعل قال إنه الكلام كله كويس المجهودات كده جربناه. نعم ما جربناه ما صوي مشاكلنا يا مشاكلنا. إحنا زي ما قلت أنا قبل إنه نحن عندنا بالنسبة لنا إحنا عندنا هدفين, إحنا دايما نعمل سلام شامل عادل وتحول ديمقراطي كامل. عشان نصل للحاجتين ديل آلياتنا بتختلف حسب الظروف حسب المعطيات عشان نوصل للحاجة حقتنا دي نوصل لها كده. أما العمل القاعدة أنا القضايا المصيرية نعم من أسمر القضايا المصيرية هتلقى إن الوثائق حقتنا دي أقرأ نداء السودان وأقرأ أسمر القضايا المصيرية هتبقى في الإشوز الأساسية تلقاها, لكن بتلقى المحتوى حقها تغير لأنه مشاكلنا زادت القضايا زادت لكن الإشوز الجواها دفنت في واحدة. ما لأنه أنت بتتكلم عن القضايا حقة السودان السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي هي دي الكلام الكبير جوا التفاصيل بتبقى بتختلف من مرحلة لمرحلة. القصة بتاعت الغابات نعم نغابات فعلية ما في عناصر فيه بالتأكيد. أنا عندي رابطة أطباء الأمة رابطة مهندسي الأمة وش حزب الشيوعي فيه والمؤتمر السوداني فيه ناس البحث عندهم البحث بالفراكشنز حقه الناصريين عندهم ناس الاتحاد الديمقراطي عندهم, لكن النغابات الفاعلة هي النغابات اللي كانت موجودة جوه المؤسسات وبالتالي لما يقولوا دايرين يعطلوا العمل بيعطلوا بيوقفوا دولاب العمل في الدولة. ده حسنا في الكلام ده ممكن يصير, لكن فئات موجودة جوه الأحزاب ممكن يعملوه ويبقوا هم جزء من يوقفوا العيادات يوقفوا المدارس الخاصة وهكذا, لكن عمل زي زمان وقفة أساسية سكة حديد يحلل الزمن كانت عندنا سكة حديد تقيف عمال السكة حديد يضربوا كلهم عمال المهن الصحية يضربوا كلهم ما في كلام زي ده دفن. لكن كعناصر شرائح موجودة جوا الأحزاب موجودة دفن, لكن نقابات باسم هسه في حزب الأمة بالمناسبة إحنا دارنا فاتحة لأنه هو اسمه دار الأمة عندنا المفصولين من التحالف بتاع المفصولين ده كله وعمنا عبد الكريم بتكونوا شايفينه طوالي بيلبس لبس داري كده موجودين وعندهم عندنا المطلبيين بتاعنا القضايا المطلبية الأخرى كان ناس السدود الجديدة وناس الحمادات القضايا بتاعت الأراضي شنو ده كلهم مجموعات وعندهم شغل برضو نحن فاتحين لهم دار الأمة قاعد يجوا ويعملوا اجتماعات ويعملوا حاجات في دار الأمة بدون ما نكون نحن يعني وصيين عليهم ولا كده, لكن دي كلها دي أزرع جديدة. لكن نغابات عشان تعمل توقيف للحياة العملية في دولاب الدولاب بتاع الدولة ما موجودة دفنتي. برضو قوات مسلحة أكيد في حبيبة تعرف, لكن كل الكفاءات firing them out من أول 3 شهور كل الخبرات بتاعت القوات المسلحة. عشان كده هسه قواتنا أخواننا في الجبهة الثورية قاعد يضحكوا على ناس القوات المسلحة
لأنه لا عقيدة عندهم ولا تدريب ولا ناس، ده واقع. وأسأل هنا بتلقى أخواننا ناس في الجبهة الثورية يحكوا لك بلبشتنا حقتنا حقت القوات المسلحة، الضربة بتاعت أبو زبد وبكرشولة فضيحة فضيحة كانت. يبقى بالتالي ممكن يكون عندنا قيادات وهسي فيهم واحدين متململين، لكن ده ما بيعني انه قواتنا المسلحة صاحبة العقيدة الوحدة اللي بنفتخر بها كلنا كسودانيين ما موجودة. لما حصل الاغتصاب بتاع نساء ثابت واستضافوني ناس راديو دبنجا، قلت لهم للأسف الشديد ده الفرق بين الجندي السوداني والجندي السوداني. لو في الحرب العالمية الثانية الإنجليز كانت قوة دفاع السودان حاربت معاهم، لما دخلوا مدينة طبرق وانتصروا في الحرب القادة الإنجليز قالوا يستبيحوا المدينة، وقفوا القوات السودانية قالوا لهم الحد هنا وعلى إجساد. النساء عربيات مسلمات نساء السطش على أجسادنا استباحة المدينة، وهسي دي الناس القوات المسلحة اللي اغتصبوا النساء بتاعين ثابت. العدد ممكن يقولوا النساء معه 200 ما كم، لكن دي القوات المسلحة. فشتانا ما بين الاثنين. الانتفاضة جاية، ما قلت ما في انتفاضة شعبية أبدا، هتجي في انتفاضة شعبية بإذن الله بترتيباتنا الماشية هذه، وربنا يساعدنا. وممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى عنده ترتيب آخر، لكن إحنا ماشيين فيها وحتبقى في انتفاضة شعبية. ممكن نموت عدد كبير مننا، لكن بيفضل السودان وبيحصل فيه التغيير وبينكشف الكيزات. أنا ما قلت ما في انتفاضة شعبية، بس الضرورة حمايتها. ما احنا بس ما دايرين احنا ما زمان لما كنا في التجمع الوطني الديمقراطي كنا بنتكلم عن الانتفاضة المحمية عفوا، وجربنا نحن مثلا في حزب الأمة كان عندنا جيش الأمة، لكن بعد ذاك قيمنا التجربة ولقينا انه ده بيودينا درب ما بنرضى له رقبتنا، بالتالي حلينا جيش الأمة وجينا داخلين بنداء الوطن جوا السودان سنة 2000 شهر 11 2000 شهر 10 2000. الانتفاضة المحمية نحميها نحن برقبتنا بوجودنا بوليداتنا. أحكي لك حاجة، في قبل سنتين كانت في جمع 7 جمع متتالية من جامع ود مباوي قاعد تمرق. الجمع دي ما عندنا ولا عندنا أي شيء، مجموعة من الشباب والشابات والكهول زي كده ده بنمرق من المسجد بيلاقون الجماعة دي بيضربوا سووا شوف عيني ما حكوا لي. 5 من ولاداتنا 5 بس بالحجاج ساكن قدامهم 70 من ناس الأمن بأجهزتهم بمسدساتهم 70 5 ولادات ساكين 70 بهجار. يبقى لما نبقى لحصوله ما دال ما عندهم البكاتلون ما عندهم الحيل البكاتلون هسي حامل رقبتهم بنظامهم بالحاجات، لكن لما نبقى نحن جد مرقنا الشارع صح صحي بيجروا. إنه الحاجات حقتنا دي انت قلت بتطول عمر النظام، أنا أفتكر إنه هسي بدأت الترتيبات، نصبر شوية نشوف إنها بتتم لبتين، ممكن بكرة بعد بكرة بعد سنة، لكن نصبر. صبرنا 26 سنة عفوا، الموضوع هسي بدأ بيبدأ تجاه صحيحة بيودينا لقدام. الهادي ما قال حاجة بتاعت الانتفاضة الحقيقية المحمية بالسلاح اتكلم عنها أخونا أو عمنا أبو الحسن، كويس إن نشوفك مرة تانية. فأنا بس دار أفرق ما بين السلاح اللي بتحمله الحركات المسلحة أو الجبهة الثورية والسلاح اللي بيحمله النظام.
يعني في ناس مثلا يقول لك انا ضد التغيير بالسلاح بدون وعي منه بيقيف موقف ضد الحركات المسلحة او بخطة في موقف موازي لموقف النظام. بمعنى تاني يعني انا بشكل شخصي مع التغيير السلمي لكن ما ضد التغيير بالسلاح. يعني الليلة ده لو في زول قدر يقتحم الخرطوم اللي هو الجبهة الثورية مثلا حاجة كويسة معي ببساطة لانه ما ممكن يكون اسوأ من النظام الموجود حاليا ببساطة. يعني ما ممكن يكون اسوأ من النظام ده. فبالتالي لو في مثلا انتفاضة قامت وفي جهة عندها سلاح عاوزة تحمل الانتفاضة دي انا بتخلي الف مرحبا يعني مرحبا بالضبط كده. فلازم نكون واعين جدا ونفرق ما بين النضال بتاع الجبهة الثورية وما بين حرب المؤتمر الوطني. حرب المؤتمر الوطني هي حرب بتاعت استنزاف، حرب بتاعت إبادة، حرب عنصرية، حرب ضد الشعب السوداني كله وضد مصالحه. أما حرب الجبهة الثورية بتخليها حرب شريفة جدا جدا وحرب بتاعت دفاع وحرب يعني من أجلنا نحن كلنا يعني. فبالتالي نحاول نفرق بين الاثنين ونلقى عذر أو نلقى المبررات للجهات اللي رفعت سلاح لنظرتها إنه النظام ما ممكن أنت تصارعه بشكل سلمي. فبتخلي الاختلاف في الآليات فقط لكن في النهاية الهدف واحد في إن نخلق السودان أفضل يعني. شكرا الحبيب رضوان لأنه عمل نقلة أساسية إنه أخواننا في الجبهة الثورية وافقوا على ثلاثة حاجات. أولا وقعوا مع حزب الأمة في وقف العدائيات اللي هو أشمل من وقف إطلاق النار، وعين حزب الأمة ما تفرط طرف شايل سلاح. ده معناها حرصهم على مسألة الحل السياسي الشامل، وبالتالي السلاح ده شايلينه من أجلنا نحن من أجلنا نحن. وكلامنا كله ما بنقدر نقوله لأنه الحاجات عندنا حاجاتنا بتمشي وبنمرك بركة فهمت الحمد لله. الحاجة الأخيرة الدائرة أقولها إنه ضروري جدا في جلستكم الطيبة دي إنه نحيي نضال الشعب السوداني إنه يلد لنا فاروق أبو عيسى وأمين مكتوبة دي وإنه الشعب السوداني وقف مع الأحباب دي. إنتوا لو شفتوا في المحكمة إنه الناس ديل مهلوعين قدر شنو نحن واقفين بيدين بيدينا ما عندنا ولا شيء. لكن كان شفتوا كمية البوليس والأمن اللي بيكونوا قاعدين حوالين المحكمة حاجة مسفرة. فنحن بنقول إنهم هسي أطلقوا صراحهم لأنه خايفين إنه المحكمة دي تتحول لمحاكمة النظام. وقالوا أخير من الفضيحة سواها فيهم من ربيع منو اسمه ربيع عبد العاطي وكل مرة حيجيب لهم فضيحة جديدة أخير يمسك الموضوع من قصيره. وأصلا هي ما في قضية أصلا عملوا المسألة بتاع نحييهم. وأنا حاقول لهم إنه الأحباب والحبيبات اللي جيتم أنا في أمريكا بيحيوكم تحية خاصة وأنكم أنتوا نشان كبير في صدر كل الشعب السوداني. الحاجة الأخيرة ديال واحد من الأحباب سأل رضوان إنه ما قلت حاجة عن شهداء سبتمبر تظلم لنا وحاضر لأنه أبنائنا وبناتنا الماتوا في سبتمبر ديل هو العدد تقريبا 250 شهيد وشهيدة وناس صغار. إحنا عندنا عمل سبورت لأهل الوليدات ديل لا من الوليدات وبناتنا نحن حقين الشعب السوداني وماتوا غدروا خيانة. الجماعة بتاعين المؤتمر الوطني ديل يتعاملوا مع الشباب ديل زي ما بيقولوا ناس العسكرية شوت تو كيل. كل الرصاصات ضربت في مقتل على أساس إنه يزيد الرعب للشعب السوداني. لكن الشعب السوداني حينتفض وحنبنيه حنبنيه وبنحلم به يوماتي وطن شامخ وطن عادي وطن خير.
انا بنيه بنحلم ده يا ماتي انا بنيه بنحلم ده يا ماتي انا بنيه وطن شامخ وطن عاتق وطن شامخ وطن عاتق وطن خير الديمقراطي أنا بنيه انا بنيه اللي بنحلم به يا ماتي انا بنيه اللي بنحلم به يا ماتي انا بنيه وطن شامخ وطن عاتي وطن شامخ وطن عاتي وطن خير ديمقراطي انا بنيه اللي بنحلم به يا ماتي انا بنيه اللي بنحلم به يا ماتي انا بنيه وطن شامخ وطن عاتق وطن شامخ وطن عاتي وطن خير الديمقراطي أنا بنيه